التعليم بوضوح كامل، استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين، وفي الوقت ذاته تعبر عن دهشتها البالغة من أن يقف العالم متفرجاً على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها 2.5 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة. أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على دعوته واستضافته لهذا المؤتمر، وكل من يقدم يد العون لشعبنا في هذه الظروف الصعبة والمصيرية. أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس على الدعوة من أجل العمل معا وفورا على وقف هذه الكارثة الإنسانية التي تدفع منطقتنا كلها. Hopefully will raise the awareness of the world of what is happening in this part of the world. We know that just across the border there are 2 million people without water, food, fuel, electricity and medicine. نتقدم بالشكر الجزيل إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الشجاعة بالدعوة إلى عقد هذا المؤتمر. إننا نحذر من محاولات تهجير شعبنا، كما نحذر من أي عمليات طرد للفلسطينيين، وسنبقى صامدين على أرضنا مهما كانت التحديات. Presidente Sisi, la ringrazio per la velocità e la determinazione con le quali ha inteso organizzare questa conferenza. أتقدم إلى الشقيقة مصر بالعرفان والتقدير لدعوتها إلى هذا الاجتماع في ظرف عصيب شديد الوطن. إن سلطنة عمان ترفض هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة رفضاً قاطعاً. I wish to express my deep appreciation to Egypt, to President Sisi for convening us here and this crucially important moment. Et vous remercier pour votre décision d'inviter l'Union européenne ainsi que d'autres États membres de l'Union européenne. This summit must be the first step towards restoring peace in the region and breaking this terrible cycle of violence. Let me start by thanking President Sisi for hosting this international conference aimed at addressing the current crisis. يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق والتشاور الإقليمي والدولي تجاه ما نشهده من تطورات خطيرة. التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووضع حد للقصف الوحشي الإسرائيلي ضد أهالي القطاع من المدنيين. The situation in Palestine has always been a tragedy. Now it is turning into carnage. The world is falling with anxiety and hope the Cairo Peace Conference today. الدعوة إلى خفض التصعيد وحقن الدماء. Thank you President El-Sisi for bringing us together on this important and urgent dialogue. Germany has increased its humanitarian aid to Gaza by 50 million euros. I'd like to pay our greatest tribute to President El-Sisi for his strong leadership. مصر وقيادتها الحكيمة ودعوتها الدائمة للسلام والتآزر وخير الأوطان. دعونا نوجه رسالة أمل لشعوب العالم بأن غدا سيكون أفضل من اليوم.